فعالة بقى. القدرة الغير فعالة دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن جزء من الكهرباء او جزء من القدرة بيستهلكها الحمل ولا ما بيستفيدش بيها. تاني، جزء من الكهرباء تمام بيستهلكه الحمل وانا ما بشوفوش على هيئة ضوء مثلا في الكشاف، او ما بشوفوش على هيئة حرارة في السخان، او ما بشوفوش على هيئة حركة في الايه في الموتور. يبقى عبارة عن قدرة لا تستهلكها الحمل دون ان تتحول الى قدرة نافعة. طب ليه اصلا انا ليه اصلا لما دي اصلا مش قدرة نافعة بتعامل معاها؟ انا مضطر ان انا اتعامل معاها لان طبيعة الحمل زي ما خدنا امس اندكتيف لود. الاندكتيف لود بيبقى التيار الجهد نوت ايه ان ذا سيم فيز، خلاص؟ وبالتالي هتطلع زاويه. طبعا وحده القياس بتقاس بالبار او بالكيلو بار، وهي عباره عن مين؟ الكيو بتساوي الاي في البي حسب درجه فرق الجهد في شده التيار في ساين الزاويه. بص بقى الحته دي مهمه جدا. بالرغم ان القدره دي غير مستفاد منها تمام، ولكن لها دور مهم جدا وبدونه يعني انت هتقول لي ايه؟ والله انا دلوقتي بستفيد ب 90% و 10% بخسرها. انا مش عايز اخسر ال 10%. ما انت لو ما خسرتش ال 10% ال 90 مش هيشتغل. لو ما خسرتش ال 10% ال 90 مش هيشتغل. لا يمكن الاستفاده من القدره الفعاله، ليه؟ لان القدره الغير فعاله مسؤوله عن نقل الطاقه الكهربائيه، هي اللي بتعمل عمليه التحويل من كهرباء الضوء، من كهرباء الحرارة، من كهرباء لحركة. فمثلا قايل لي اهو القدرة المستهلكة في مغناطة الملفات في المحركات الحسية قدرة غير فعالة. بس هل ينفع محرك يشتغل من غير مغناطة؟ ما ينفعش. تمام؟ هي قدرة غير فعالة لأن المحرك يستهلكها دون أن تترجم إلى حركة. ولكن تستخدم في عمليات التحويل في الكهرباء، تمام؟ طبعا في عمليه تحويل من روتور لستيتور ومن خلال مين الشفط والكلام ده احنا ايه مش بتاعنا قوي في الكورس بتاع الطاقه الشمسيه، بس احنا دلوقتي عرفنا بالبلدي كده ايه الفرق بين الثلاث انواع زي ما خدنا امس كده بالراحه. الفيزيكال مينينج معنى الفيزيائي للاكتيف باور هي القدره اللي انا باخدها كهرباء وبستفيد بيها بتتحول لحركه او لحراره او لضوء. طيب في جزء مش هيتحول، هل الجزء ده ضروري؟ اه ضروري نتيجه طبيعه الحمل او طبيعه اللود اللي انا بشتغل عليه. زي ما قلت ببساطه، لو انا جبت كوبايه فاضيه وجبت ازازه ميه وكبيت الميه دي جوه الكوبايه الفاضيه، هتلاقي تقريبا 99% او 100% من الكوبايه اتملى عادي وكله ميه. لو انا جبت بيبسي، واحده بيبسي كنز، ورحت كبيت البيبسي ده داخل مين؟ داخل الكاسه دي او الكوبايه دي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي مثلا 70% او 80% اتملى من الكوبايه دي سائل البيبسي وفي 10% فوق. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان طبيعه البيبسي كده. فانا مضطر على الجزئيه دي، تمام؟